السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الميزان. صلوا على الحبيب يا برج الميزان، عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. اخر الفيديو هنشوف الرساله بتاعتك، وباذن الله تكون رساله قويه وتكون جبر خاطر من عند ربنا، لان انت بقالك مده مهموم شايل هموم الدنيا فوق كتفك. فيا ريت تركز معايا في قراءتك، واللي هينطبق عليك الفتره دي هيكون باذن الله غير تغيير وافراح وانطلاقات واحداث جميله تنول مرادكم. فنشوف بقى مع بعض ايه اخبارنا الفتره دي وايه التقدم اللي عندنا يا برج الميزان. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. في قمه الازدهار وفي قمه الفرحه، انتوا عندكم خير، عندكم فرحة، خبر حلو، تطوير جميل جدا. انتوا بدأتوا تحبوا نفسكم، بدأتوا تحكموا بالعدالة في حياتكم. الفترة دي انتوا هيبقى في عدالة كبيرة جدا هتحكموا بيها، وفي خير حلو قوي. ليه؟ لان فرحتكم قريبة عليكم، فرحتكم ما شاء الله عليها. انتوا بلاش القلق وبلاش التوتر، عندكم استقرار عاطفي بشكل كبير جدا. الاستقرار العاطفي ده هيكون من بعد خيبات امل، مشاكل، طب امور مش كنتوش مرتاحين فيها. انتوا بداتوا تقفلوا على حياتكم، تقفلوا على قلبكم، تقفلوا على لسانكم، بداتوا تعملوا تجديد في شكل كبير جدا، لان انتوا عندكم استقرار. الايام اللي جايه دي حرفيا حرفيا كل مشاكلكم هتتحل، والغيمه السوداء اللي عليكم دي هتنزاح وهتترمي بره، لان تفكيركم رهيب، تفكيركم باقط في حاجات كتيره جدا. والخبر الحلو ده باذن الله هيفرحكم قوي. في حد تعبان عندكم وبالكم مشغول عليه، عمالين تفكروا فيه كتير جدا، او في حد مش عاجبكم تصرفاته وعمالين تتكلموا معاه وتقولوا له انت بتعمله ده غلط. في تجمع حلو مع عيله، مع قعده، او في نقله جديده، حرفيا نقلتكم هتكون جديده. انتوا حابين تقعدوا مع نفسكم، حابين الاستقرار، حابين ان انتوا بتحبوا العزله جدا، بتحبوا الهدوء. في ارتباط، وزي ما قلت زواج او تجمع في قعده حلوه. والمال اللي جاي لكم ده عايزاكم تمسكوا على ايدكم شويه، لان ربنا هيفرحكم. بس في عين قويه صايباكم بالحسد من اقرب الناس ليكم، خلوا بالكم. حياه جديده عندكم هتبداوها واحده واحده. العصبيه مش عايزاها، بلاش العصبيه، لان انتوا بتمروا بجيل، بتمروا بخنقه، بتمروا بعدم استقرار في حياتكم النفسيه. فيا ريت تحذروا. حياتكم حاسين ان هي متلخبطه شويه، بتجيبوا الزعل لنفسكم من غدر الاخرين، ان محدش يعلم الغيب. فيا ريت تخلوا بالكم، عندكم علامات في جسمكم. البعض منكم عنده علامه زرقاء، البعض منكم عنده امور وجع في جسمه، عندكم علامات. فيا ريت تخلوا بالكم، لان انتوا بتحطوا على نفسكم دايما اللي انتوا فيه ده غلط. الضغط النفسي اللي وراكم مسبب لكم الم وحيرة، ومش عارفين دنيتكم ترتبوها ولا عارفين حالكم في ايه، رغم ان انتوا دايما بتقولوا يا رب. في حية وراكم وحشة، ابعدوا عنها بقدر المستطاع. الحية دي وراكم، وراكم بقالكم مدة كبيرة عمالين تعانوا منها، لكن هي وراكم وراكم. انتوا ناويين على طاقة، ناويين على امور مستجدة. الناس المقربة ليكم عايزة تحط عليكم اكتر، وانتوا عارفين كده، بس انتوا بتحبوا الناس اللي حواليكم، لكن هم مش بيحبوكم. عندكم باب رزق هيتفتح قدامكم، باب طاقه. لو انتوا مستنيين ورق هتمضوه، ففي ورق هيكمل على خير. لو انتوا مستنيين استقرار ففي استقرار. شوفوا انتوا عايزين ايه، الحاجه اللي انتوا عايزينها هي اللي هتحصل الفتره اللي جايه. انتوا خدتوا قرار الفتره دي وخلاص، مش عايزين تتراجعوا عنه تاني، حتى لو كان القرار ده تعبكم. ممكن تكونوا خدتوا قرار تبعدوا عن الشريك، خدتوا قرار بطاقة تانية، خدتوا قرار بتغيير. القرار اللي انتوا خدتوه مستحيل حد يرجعكم عنه، لان انتوا خدتوه بتفكير رهيب وباقتناع وخلاص، حتى لو هيأثر عليكم ما بقيتوش يفرق معاكم. والاستقرار اللي عندكم ده استقرار راحة نفسية، هترتاحوا نفسيا الفترة اللي جاية، لان انتوا حاسين ان حياتكم متلخبطة شوية، حياتكم فيها امور منعكسه. طيب عندكم حد تعبكم الفتره دي من ابراج مائيه، ابراج مائيه ممكن يكون حد تعبكم، برج سرطان، برج عقرب، برج حوت، حد تعبكم، حد واكل حقكم، حد مش واقف معاكم منهم، الله اعلم. لكن الفتره اللي جايه هيكون في امور مستجده.
حد عندكم بيتعامل معاكم ببرود وانتم ما بتحبوش العلاقة اللي فيها برود، وعشان كده مسبب لكم وجع دماغ. بتحبوش ابدا البرود في التعامل، البرود في يعني حد يتعامل معاكم ببرود كده، بتحبوش الوضع ده خالص، بتحبوا ان انتوا تكونوا في استقرار. فياريت تخلوا بالكم الفترة دي من نفسكم. وزي ما قلت انتوا عندكم القولون عصبي جدا، وده بسبب ان انتوا ضاغطين على نفسكم في امور كتيرة، وفي حاجات قافلينها ومش راضين تتكلموا عنها. في حد طردتوه بره حياتكم ومش عايزين تتعاملوا معاه. ده ليه؟ ده لان انتوا مش شايفينش منه ابدا راحة، ما شفتوش منه ابدا استقرار، ما شفتوش منه ابدا تفاهم بينكم. فعشان كده قررتوا ان انتوا تبعدوا، قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تتغيروا حاجات كتيرة في حياتكم. في زي ما قلت طاقة معينة، في حد بيكذب عليكم وانتوا عارفين الحد اللي بيكذب ومستنين حقيقة. الشريك عندكم يعني لو كان عندكم شريك قديم، الشريك ده انتوا ما عملتوش معاه حاجة وحشة، كرمتوه وفضلتوه عن نفسكم وعملتوا معاه حاجات كتيرة جدا، لكن انتوا ما عرفتوش تقفوا على أرض صلبة معاه، خانكم او بعد عنكم او سابكم، وعشان كده انتوا اتغيرتوا واعلنتوا ان انتوا تعملوا تجديد في حياة معينة. اموركم هتكون جميلة الفترة اللي جاية، وزي ما قلت السحر هيتقلب على الساحر، لان ربنا كريم عليكم وحابب لكم الخير وحابب لكم الطاقات المستجدة. الاعمال اللي عندكم دي ربنا مش راضي عنها، او ربنا مش حاببها ان هي تكون في حياتكم. فياريت تحذروا وتخلوا بالكم من اي مشكلة مؤثرة عليكم، لان ربنا زي ما قلت كريم عليكم وحابب لكم ان انتوا تكونوا في الطاقات الجديدة، لان قلبكم طيب، وزي ما قلت ما بتتعاملوش بعدالة في حياتكم، انتوا بتتعاملوا مع عدالة مع كل الناس الا في حياتكم. فالفترة دي انتوا شايفين نفسكم مضغوطين مهنيا عاطفيا في كل الاتجاهات، لكن ربنا هيكون كريم عليكم. في شخص بيدبر لكم حفرة، الحد ده زي ما قلت لا اما مرات اخ لا اما حد تخص علاقاتكم الحقيقة في العيلة. فدايما خلوا بالكم انتوا بتدوا لكل الناس طاقة ايجابية، لكن مفيش حد بيديكم ابدا طاقة ايجابية. على جميع الاسر عندكم، عندكم تغيير مباشر في مكسب هتكسبوه او في ربح. البعض منكم عايز يشتري ذهب، البعض منكم عايز يشتري عربية، البعض منكم عايز يشتري اكتر من حاجة. خلال الفترة اللي جاية دي هيكون في اكتساب لرزق حلو. في طريق مضعضع، طريق مش مرتاحين فيه، لكن برضو مكملين. الطريق ده سلبي ليكم، يا ريت تخلوا بالكم منه. انتوا اتألمتوا في الطريق ده كتير لكن برضو مصممين. ليه؟ علشان انتوا ما بتحبوش تنسحبوا عن اي حاجة بتكونوا دخلتوا فيها بإرادتكم. الانسحاب عندكم بالنسبة لكم موت، طول ما دخلتوا في حاجة بتحبوا تكملوها وتكبروا حتى لو كانت جاية على صحتكم. فيا ريت ما تفضلوش ترهقوا في نفسكم. زي ما قلت طاقة التفكير، وطاقة التفكير دي هي اللي مسبب لكم الارهاق، مسبب لكم عدم الراحة، تعبانين من كتر الضغوط مع العلاقات النرجسية او العلاقة النرجسية اللي تعباكم واخدة من طاقتكم. فخلوا بالكم لان انتوا هنا هيكون عندكم دفعة لقدام، في خلاف بينكم ما بين حد مسبب لكم ضيق. عندكم حرف الدال وحرف الميم وحرف الحاء، الثلاث حروف دول ليكم علاقة بيهم، ليكم حد شخص كده في اسمه الثلاث حروف دول، في علاقة بينكم تخص. فياريت تخلوا بالكم لانه انتوا مش ناقصين وما بقيتوش تعاتبوا زي الاول. التغيير عندكم بشكل كبير. البعض منكم مخنوق وحامل هم هموم الدنيا كلها، حتى ملامحكم بدأت تتغير، ملامحكم متغيرة، ملامحكم مش زي الأول، مفيش أي استقرار في الملامح عندكم، الملامح نفسيتكم تعبانة فيها شوية. فياريت تخلوا بالكم بقدر المستطاع، وأي عين مركزة معاكم وانتوا حاسين ان انتوا محسودين ياريت تحصين النفس، لأن في تجديد عندكم وفي فرحة انتوا مستنينها، في استقرار حلو الفترة اللي جاية، خبر بخصوص شفاء من طاقة سحر او حد هيغير مجرى حياتكم. فرصة مهمة جدا للتفكير وللراحة النفسية. فعشان كده دايما اقول ابعدوا عن اي حاجة انتم متعرضين لها، في خيانة، في غدر، في طاقة سلبية، في حاجات مؤثرة عليكم، اي حاجة مؤثرة عليكم فورا ابعدوا عنها. حاسين بدوخة؟
حاسين بألم في جسمكم مش عارفين تفسروه، حاسين ان انتم متكتفين عن قرار، عن موضوع او عن قرار او عن حاجة، في جرح في قلبكم وبينزف لحد الآن مش عارفين تشفوه بسبب علاقة قديمة. خلوا بالكم كل اللي ربنا كاتبه لكم هو اللي هتحصل، اللي هيحصل في حياتكم. ربنا هيجازيكم خير بإذن الله، فياريت تخلوا بالكم عن حاجات كتيرة جدا في حياتكم. الفترة دي هي فترتكم، فخدوا بالكم من نفسكم. انتوا في حيرة من حياتكم، في حيرة من أمركم، في حيرة من التفكير، صراع طول الوقت، وده أكبر غلط. في موضوع مهم عايزين تتكلموا بيه مع حد ومش عارفين تبدأوا ازاي أو تفتحوه ازاي. اوعوا تقعوا في الغلط، الحظ هيكون من نصيبكم بعد كام يوم معينين، فخدوا بالكم كويس جدا. والموضوع اللي هتفتحوه مع الشخص اللي انتوا بترتاحوا معاه في الكلام، يا ريت تفتحوه بطريقه لطيفه علشان ما يزعلش الطرف التاني منكم او يحس ان انتوا بتجرحوه بالكلام ده. خدوا بالكم كويس جدا، لان هيكون في تعويض عن اذى في حياتكم. في ابن عندكم ربنا هيفك كربه باذن الله، او هيشفيه او هينصره، الله اعلم. انتوا بالكم مشغول ب بطفل. البعض منكم رمى حاجة عن ظهره او من ظهره، في تجديد حلو، خطوبة، زواج، ارتباط، علاقة، او انتوا بتفكروا في الشريك، او في علاقة حب عندكم، او في حد انتوا بتحبوه هيتم زواجه على خير او خطوبته على خير، الله اعلم. رزقكم مفتوح، فخدوا بالكم وكونوا دايما تخلوا اي ما تخلوش اي حد يحرف عنكم حاجة. انتوا في امور هتستجد في خير، انتوا كشفتوا كتير، خدتوا علاجات بخصوص الاطفال كتير، تفكير رهيب بخصوص الاطفال. في تهنية عندكم، او في مناسبة انتوا هتروحوها، في تغيرات بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم. في حد مهما بيوعد ما بيوفيش بوعده. خلوا بالكم ان انتوا الفترة دي هي فترة الازدهار بالنفس، وهي فترة ثقتكم بتحسين كل القرارات انتوا بتاخدوها. دايما حطوا حدود بينكم وبين ناس معينة بتحاول تاخد الطاقة بتاعتكم وتحاول تأذيكم. دايما خلي عندكم الثقة بالنفس بتاعتكم عالية جدا، لان الهموم اللي انتوا بتشيلوها دي كبيرة. الهموم اللي انتوا عمالين تفكروا فيها، عمالين ضاغطين فيها على نفسكم، الامور دي سلبيات، تعب نفسي، ومخليكم انتوا عندكم تعبين بتتدخل فيه خصوصياتكم. وزي ما قلت من الاول ان الحية اللي عمالة بوشين، الحية اللي هي ست خبيثة اللون والشكل، وقلبكم بينبط اول ما بيشوفها، او بمعنى اصح ما بترتاحلهاش خالص. الست دي حقودة وما مش حابة الخير لاي حد، وانتوا من طيبة قلبكم بتتعاملوا مع ناس سلبيات. دايما اقول بقى خلوا بالكم من نفسكم، لان انتوا الهم اللي شايلينه فوق كتفكم ده هم كبير جدا. عايزين زي ما قلت تصرحوا الشريك، عايزين تتكلموا، عايزين تعبروا عن اللي انتوا فيه، عايزين تفتحوا كلام، عايزين تطلعوا من اي طاقة مأثرة عليكم. الطاقات اللي مأثرة عليكم دي هي سببها الرئيسي الحسد، مش اي حاجة تانية. وزي ما قلت من البداية ان الحسد تأثيره سلبي جدا عليكم، هو اللي مخليكم حاليا بتعانوا من حيرة وحساسين زيادة عن اللزوم، او مش حاسين انه مفيش اي اكتمال عندكم بيكمل، وخذلانكم من الناس ده تعبكم نفسيا. فيحذروا من اي خسائر عندكم الفترة دي، لان انتوا لو خدتوا قرار او تعرضتوا للخذلان هتخسروا. فعشان كده اهو بنبه تاني، احذروا من اي خذلان الفترة دي او من اي طاقة سلبية، عشان الطاقات السلبية مأثرة عليكم في حاجات كتيرة جدا، ومخلية دايما عندكم رجوع الورا. فياريت تحذروا في خلاف، والخلاف اللي عندكم ده هينفك الفترة دي، خلاف كبير او مشكلة كبيرة او زعل كبير، او زعل بقاله مدة بينكم ما بين حد، انتوا يعني زعل مأثر عليكم الله اعلم، او انتوا زعلانين من حد، او ما توقعتوش ان الحد ده يعمل فيكم كده. في تغيير، انتوا بتحبوا الشخص ده جدا بس عندكم نوع من الكبرياء، نوع من ان انتوا تتجنبوا علشان تشوفوا الشخص ده فعلا بيعزكم وبيتحبوه زي بيحبكم زي ما انتوا بتحبوه، ولا هو شخص مختلف. في اسئلة كتير عندكم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.
طيبة القلب بتوقعكم في خسائر كتير، طيبة القلب مأثرة عليكم في قرار صح هتاخدوه بعد فترة، القرار ده هيبقى تغيير ليكم. انتوا كمان عندكم تعبانين من أمر مضايقكم، ففي حسن حظ بالله الفترة اللي جاية. بس في كمان تفكير، انتوا تفكير مأثر عليكم، في خيانة عندكم أو في ضغط عندكم أو في أمر عندكم مضايقكم، في أمور منعكسة معاكم مش عارفين تبدأوا فيها ازاي. بس خلي بالكم من خطوة، والخطوة دي مهمة جدا هتاخدوها، هيكون فيها تحسين، هيكون فيها تغيير، هيكون فيها مكالمة تليفون حلوة جدا. المكالمة دي هتفرحكم قوي، وبإذن الله هتديكم ثقة بالنفس أكتر أحسن. وخلوا بالكم إن انتوا هنا في راحة في النصيب الفترة اللي جاية، خروج من أزمة وخروج من ضيق وتغيير عتبة، تغيير أمور في صالحكم. كمان الفترة دي بتفكروا تدعموا حد، او حد بيفكر يدعمكم، انتم محتاجين حد يقف جنبكم، او في حد محتاج يقف جنب الله اعلم، في عندكم تفكير في مساعده تخص حد، في خبر انتم منتظرينه من شخص هيوصل لكم الخبر ده بشكل سريع جدا، وهيكونوا انتم في فتره تعلق. العند بيخسركم كتير، العند مخسركم اكتر من حاجه، فخدوا بالكم لان العند اللي مأثر عليكم ده مخلي دايما في تراجع في اكتر من حاجه بتفكروا فيها. هتبدا الفتره اللي جايه تيسير معاكم في قعده او في كيان او في تفكير هيخليكم متالقين في شخص، زي ما قلت راجع لحياتكم. الشخص ده هيرجع لكم ونيته سليمة، بس انتوا مش هتكونوا شايفينه او مش هتكونوا عارفين تبدأوا معاه ازاي. كمان في فكرة، والفكرة دي انتوا بترتبوا لها او هترتبوا لها الفترة دي، لان هيكون في تيسير حلو. وزي ما قلت المكالمة اللي هتجيلكم دي هتكون امور حلوة. في حد عندكم متعدد العلاقات، بيحب العلاقات الكتير، بيحب الطريق اللي انتوا دايما بتحذروه منه وهو ما بيسمعش كلامكم، علاقاته كلها نرجسية، خدوا بالكم الفترة دي منه او ابعدوا عنه. في انكشاف سر، وللسر اللي انتوا هتنكشفوه ده هتسكتوا خالص علشان هيعمل لكم صدمة، مش صدمة ان انتوا هتتعبوا، هو السر يعني ممكن تكتشفوه من صديقة، من حد مقرب ليكم، هتحسوا قد ايه. وبلاش العند، العند بيخسركم كتير، بتدفعوا الثمن غالي. العند بلاش العند في كل الامور، خلوا يعني بلاش ان انتوا تعندوا على اتفه الاسباب، اهدوا كده علشان اللي بيدخل معاكم في عند بيخسر، وانتوا بتزعلوا في الاخر على الخساره، فبلاش ان انتوا تتعبوا نفسكم. في امر هيحصل لكم الفتره اللي جايه هيغير تفكيركم. كمان انتوا ناويين تنزلوا تشتروا هدوم، تجددوا، تستقروا، ناويين تغيروا امور في حياتكم. في عذاب ضمير عندكم او في تأنيب ضمير عن حاجه انتم عملتوهاش او عن حاجه ما كانش ليكم بيها لازمه او ليها ليكم علاقه، الله اعلم. في امور عندكم بتنعكس على حياتكم ودايما انتم اللي بتتحطوا فيها، رغم ان انتم ما لكمش اي ذنب فيها او ما لكمش اي علاقه بيها، بس انتم اللي بتتحطوا تحت الخانه دي. او بمعنى اصح خدوا بالكم لان الفتره دي فتره اثبات وجود، فلازم تثبتوا وجودكم في الاشياء اللي انتوا عايزينها. في شخصيه غامضه بتتعاملوا معاها، خدوا بالكم منها، الشخصيه دي بتضحك في وشكم لكن هي لابسين قناع مش كويس. عندكم القدره ان انتوا تكتشفوا اي خيانه وتكتشفوا اي ظلم الفتره دي، بسم الله ما شاء الله عليكم تحسن على اكتر من وضع، وهتكونوا مبسوطين جدا لان انتوا على قد ما بتقعدوا مع نفسكم وعلى قد ما بتكتشفوا الخذلان اللي انتوا فيه، على قد ما بتكونوا مبسوطين وبتقولوا ان دي رسالة اكيد من ربنا، ان هو يوقعنا مع ناس تخزلنا علشان نعرف قد ايه ان الناس دي مش لطيفة، ان الناس دي مش حابة ان احنا نكونوا مبسوطين، او حابة ان احنا نكونوا في الوضع اللي انتوا فيه. مميزين جدا بسم الله ما شاء الله عليكم، بس محسودين على كل حاجة. الحسد مأثر عليكم في ابسط الامور، وممكن تكونوا محسودين على حاجات مش موجودة في حياتكم. فعشان كده خدوا حذركم، تاخدوا حذركم من ايه؟ من العيون اللي بصركم في كل حاجة. تحسين النفس اهم حاجة، تبعدوا عن اي مشكلة مؤثرة عليكم، ارموا الهموم ورا ظهركم، ما تفكروش في اي حاجة مسببة لكم هم، لان الهم اللي مؤثر عليكم ده مخلي حياتكم فيها تراجع في الحياة الصحية، خدوا بالكم.
بتتعاملوا بنية سليمة، دايما بتتعاملوا بنية يعني ما الناس اللي معاكم ما يستاهلوهاش، او الناس اللي معاكم بتحسوا ان هم نيتهم مش زي النية بتاعتكم، فياريت تاخدوا بالكم كويس جدا من تعامل مع الاشخاص الاخرى اللي في حياتكم. النية بتاعتهم مش سليمة خالص في التعامل معاهم، يعني انتوا بتتعاملوا بنية وهم بيتعاملوا بنية خالص، وانتوا يعني هتحسوا كده الفترة دي. كمان في حاجات بتحصل معاكم غريبة مش عارفين تفسروها، في تعارف على حد جديد، الحد الجديد ده انتوا هتتعرفوا عليه، او في تجاهل عندكم، انتوا بتتجاهلوا حد او حد بيتجاهلكم من غير ما تعرفوا السبب. على مستوى جميع الاوضاع اللي عندكم في تغيير، انتوا مخنوقين من حاجة الفترة دي، بس عايزاكم تصبروا عليها وما تستعجلوش، لان طول ما انتوا صابرين طول ما ربنا هيبشركم من حيث لا تحتسب. طريق الضلمة اللي انتوا فيه هيبقى قوة ليكم، وهيبقى ازدهار وثقة بالنفس. الثقة بالنفس عندكم عالية عالية قوي، لان ارادتكم هتكون قوية، والاندفاع اللي عندكم ده بسم الله ما شاء الله عليكم. انتوا دايما بتمتلكوا شياكة، بتمتلكوا حياة جميلة، بتمتلكوا تجديد في امور، تجديد في اشياء. بلاش القلق وبلاش تقلقوا نفسكم في طاقات انتوا مش تبعكم. فلوس جايه لكم على جميع المستوى بتاعكم، الفلوس دي هتكون تجديد، تجديد لحياتكم او تجديد لاموركم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طاقتكم مفتوحه، ثقتكم بنفسكم عالية، بس دايما اقول خدوا بالكم. تاخدوا بالكم من ايه؟ من اي تردد او من اي حد ممكن يأذيكم. طب تعرفوا ازاي الاذى؟ انتوا بتعرفوه على طول. ليه؟ علشان ربط الاحداث اللي عندكم بيخليكم تعرفوا كل واحد من نظرة عينه، بمجرد ما بتبصوله، بمجرد ما تعرفوا الشخص ده عايز ايه وعايز مين وبيعمل كده ليه ومؤثر عليه في كل حاجة. روحانياتكم عالية، ربط الاحداث اللي عندكم عالي جدا، في افكار جديده على جميع المستويات عندكم. كمان في ممكن يكون كده في عندكم الفتره دي حرفيا حرفيا سفر، او ممكن يكون فتح حاجه معينه، الله اعلم، بس في سفر بكل الطرق مفتوحة عندكم، يعني سفر هيتم على خير، او انتوا ناويين تفتحوا موضوع سفر مع حد، ناويين تكلموا بخصوص سفر مع حد، الله اعلم. انتوا عندكم سفر، والسفر ده هيكون استقرار، او هيكون خطوة جديدة، او انتوا عندكم رجوع من سفر. في مواضيع مفتوحة عندكم كتيرة، في كتب كتاب هتحضروه، هو مش باين كتب الكتاب لمين، بس في كتب كتاب عندكم مناسبة حلوة. ممكن يكون عندكم انتوا زواج سريع بسرعة، او في حد عندكم في ارض بيتكم هيتم زواجه على خير، وانتوا هتكونوا مبسوطين جدا. في لقاء بحد مش هيكون في الترتيب، هتسلموا عليه ومش هتكونوا متوقعين ان انتوا في يوم من الايام تشوفوا الشخص ده، هتشوفوه الفترة اللي جاية، وهتعملوا نفسكم مش شايفينه، يعني مش انتوا هيبقى في كلام، او ممكن هيبقى في امور، بس انتوا من جواكم ولا كأنه اثر فيكم. علشان انتوا دايما بتقولوا اللي يبيعنا بارادته احنا هنبيعه غصب عننا، انتوا دايما ماشيين بكده، مفيش حد بيأثر عليكم ولا حد بيخليكم تدفعوا تمن غلطاتكم. انتوا بتبعدوا وبتتجنبوا اي حد يؤذيكم، واي حد يكون سبب في يوم من الايام في الخزلان اللي انتوا فيه، لان الدنيا علمتكم كتير، علمتكم حاجات كتيرة جدا،
غير الاول. يعني لو في الاول كنتوا بتتعاملوا بطيبه اكتر، بداتوا تتعاملوا بشكل مختلف. فيا ريت تاخدوا بالكم كويس جدا من نفسكم ومن اي حاجه في حياتكم. حياتكم الفتره اللي جايه هيكون فيها تقدم وفيها تغيرات حلوه وفيها قعده جميله او فيها نصره حلوه. ربنا كريم عليكم وعاطفي وبيحب دايما ان هو يكرمكم من حيث لا تحتسب. شويه الخذلان، شويه العيون اللي مأثره عليكم، لازم تحصين النفس. وأشد المعاناة عندكم في المعدة، المعدة وجعاكم جدا، المعدة عندكم دايما في أمور منعكسة. ونشوف بقى دلوقتي الرسالة بتاعتكم، يا رب رسالتكم تكون جميلة وتكون قوية. بسم الله، نختار الورقة دي. رسالتكم: لا تتسرع فستنول صبرك عن كل ما كنت تريده، وسيتغير حالك الى الافضل باذن الله. طيب احنا نستكفي بورقه واحده، ناخد ورقه تانية ونختار دي. امورك الماليه في تحسين، فالخير قادم اليكم. الله يعلم ما في قلبكم. بسم الله. يعني الرسالة بتاعتكم إيه ده؟ فيها قوة خارقة. سينصفكم الله في كل أموركم، يعني ربنا هينصفكم وهيقف معاكم في كل الأمور اللي أنتوا بتفكروا فيها حاليا. طيب مين كانوا أصحاب من الرسالة الأولى ومين كانوا أصحاب من الرسالة التانية؟ يا رب الرسالتين يكونوا طاقة إيجابية لكم ويكونوا فرج ويكونوا تحسين تفكير، تحسين كل حاجة في حياتكم. لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل وبالطاقة اللي انتوا بتدهاني لما بترفعوا الفيديو وبتهتموا في فيديوهاتكم. وان شاء الله بإذن الله نزل لكم قراءات جديدة.